سي عرشان، اهلا بكم في هذا الحوار مع جريده راضي نيوز. بدايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدايه استقبال الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه لهذا اللقاء الخاص بالسلفيه واطلاق ما يسمى بهيئه الانصاف والمصالحه الخاصه بالسلفيه، في اي اطار يمكن ان نضع هذا الحدث اليوم؟ ما هذا تأسيس هو تأسيس عادي لجمعية عادية لمجموعة من المواطنين اللي باغين ينخرطوا في العمل الاجتماعي والسياسي، وحنا كحزب فتحنا لهم الأبواب باش يمكن لهم يعملوا في النطاق ديال المسار الديمقراطي ديال البلاد وفي نطاق ديال القوانين المعمول بها في بلادنا. هذا ما كاينش شي حاجه اخرى اللي هي كيهدف لها هذا التاسيس. ابدا، لان الناس تحدثوا في الفتره الاخيره عن استقبال مدينه تفلت للقاء يتعلق ايضا بتاسيس جمعيه، ونعرف بان الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه هي حزب يعني ينتشر كثيرا في مثل هذه المناطق وشعبيته كثير كبيره في هذه المناطق. الا يمكن يعني الربط بين هذا الحدثين ورعايه الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه لهذه الانشطه الاخيره؟ لا، هما هاد الاخوان ما اجتمعوا شيء فقط غير في تفلت، كانوا اجتمعوا في فاس وفي مكناس وفي قنيطره وفي سلعه وفي الدار البيضاء. إذن هذا أنشطة عادية تهديف أساسا إلى اللقاء مع بعض الإخوة ديال هاد السلفيين اللي مكلفين بهذا العمل. ونحن في الحركة الديمقراطية الاجتماعية نعتبر أن كل ما يسير في اتجاه تقوية الجبهة الداخلية ديال البلاد و اللقاء بين مكونات ديال المجتمع المغربي في نطاق المصالحة ديال هذه المكونات كله بالنسبة لنا إيجابي، لأن المغرب في هذه الظروف يعيش محطات دقيقة جدا في حياته، وهذا المسار هذا كيأهل جميع الشرائح ديال المجتمع ديالنا باش يمكن يحققوا واحد التماسك حول المقدسات ديال البلاد وحول الملكية، باش يمكننا المغرب يتقدم لا في ديمقراطيته ولا في تنميته ولا في مواجهته للخصوم ديالو فيما يخص بعض القضايا المصيرية ديال البلاد. شكرا جزيلا سيدي.